استهدافات شبه يومية من قبل مسلحين مجهولين تطال قوات الحكومة السورية وعناصر من أجر ما يعرف بالتسويات بمحافظة درعا جنوبي سوريا، تتسبب غالباً في وقوع قتلى وجرحى. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل ضابط من قوات الحكومة وهو مسؤول أمن مستودعات الكم في محيط بلدة محجة بريف درعا الشمالي برصاص مسلحين مجهولين. إلى ذلك استهدف مسلحون مجهولون دورية تضم مدير ناحية الجيزة وعناصر من جهاز الشرطة التابع لقوات الحكومة السورية على الطريق الواصل بين بلدتي الجيزة وغصم بريف درعا، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات الحكومة وإصابة اثنين آخرين، فيما لا يزال مصير مدير الناحية مجهولا وسط معلومات عن اختطافه من قبل المسلحين. وفي بلدة النعيمة غربي درعا قتل 3 عناصر من ما تسمى بالمخابرات العسكرية التابعة لقوات الحكومة، وأصيب آخرون في هجوم لمسلحين مجهولين على حاجز أمني في البلدة، كما قتل عنصر آخر في مدينة الصنمين بريف المحافظة الشمالي برصاص مسلحين مجهولين وسط استنفار أمني كبير لقوات الحكومة في المنطقة. وفي سياق متصل قتل عنصر سابق من الفصائل المسلحة من أجر ما يعرف بالتسويات برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين. هذا وتعيش درعا حالة من الفوضى والفلتان الأمني تسبب بمقتل 489 شخصا بينهم 182 من قوات الحكومة منذ مطلع العام الجاري بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.